رابعا شروط صحة الجمعة. نقطة سبعة، فاشو ثنت الشروط باش تصلي الجمعة أتسيري الصحة. الشرطة مزوالة، أداؤها في وقتها ووقتها من الزوال إلى غاية المغرب. سوسي الزوال سي وقت الظهر ذو ذي الوقت أتزاد في الوحدة ونص الجمعة يجوز، في الزوج يجوز، في الزوج ونص يجوز، في ثلاثة يجوز، في ثلاثة ونص يجوز، بس هذا العذاب هناك عذاب. ألما القدر أتزاد ركعة قبل المغرب وجب ذي الوقت، يعني يصدق عليها الوقت الاختيار وقت الضروري إذا تاع الظهر والزرم الاشتراكات نهضر تفاصيل بعد. الأول وقت الظهر الاختياري أنظر يرطو ركض العصر. طيب سولي مع الإخوة ذي وقال لي سولي الصحراء ثلا يول الجماعة ذي الصال في الوحدة ونص سولي يقول ذو الجماعة ويض في الزوج أريك كل شيء غادي يخدم خطبتين الجماعة ويض في الزوج ونص ميوسان لا لذلك أصنع خرايا صحراويين إنك ما يحمل القيلولة تقيل سواطاس إنك ما يغرب يلصات الصال هذه الرجلة الرفاي زري غادي الحق الجماعة الفلاني خاطر يتزلى في ثلاثة غير أربعة ناس نكون يوا يوا في اللون أكثفاث بقى على خير يغكى. طيب هذا وضعهم ولكن من حيث الشريعة يجوز يجوز. صافي الشرط الأول باش يقبل قبل ربي صلاة الجمعة إلا أتنزل ذي الوقت ثاني وقت سلوى. الشرط ويسين إقامتها في بلدة وناسها مقيمون إقامة دائمة إلى صلاة الجمعة صار شرط وايد شرط أساسي انديسبونسابل ذكيوث انت الدرتي ساني مولاني ساني نزداء إما إلا كن ملنا ذي عزافن ذي لسكالي خدمن إما التجار نخدمنا كيف نونتر بريزا كتمشطوح نجمع عندين ماشي شرط الجمعة لسه ماشي شرط عليهم نغلي زيتيديون إقامة الطلاب أنا أكل ولكن مثلا تدرت لا ساعي نزداغ المقيمين وقال ساعي الله ريزيدونس دي نزداغ وقال الشرط الأساس باش تقام صلاة الجمعة الزرم يثبت نزيك الشفاء مد مراكنين الفلاني تدرت الفلاني في كنس الجمعة تلدات أتسليم بمكان الخالي يزداغ يسيون بخان من أغسين للشيوخ الوقت نفتكنا الفتوى باش أزار صلاة الجمعة ألما كثرني خامان وغالب تدارت إذا الشيخ نسن أسنيف كفوفير هكا وثي كنت تلقى الجمعة روح بس كنت تدارت إنك ذي هين نزال الجمعة ذي نكون زال كنت تدارت هكني إنك بعد تدارت ولا تخلع ولا تخلع حقيقة إنك نفذت نتقاجي ذا فيران نتقاجي كيوم بمكانك سهل هذا نتقاجة شوت 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 إيه وين الشيخ أغف كان جمعة أن تروحوا لما تدر تمزوروا تدرين باش نصصة الجمعة إنه كان من وغال نكثر بعد الشيخ في كيغ الفافير ذي مغار ما تضحكون تمشاوت ولكن أكا إثلا أضحكوا شوية مشاهة سمحت يا لي جونا أساقي بروشة بسمرة أتجدد أكا سيد حاج الحمد تجدد الله طيب يا سيدي الشرط والثلاثة أن تقام في مسجد جامع ليس في الفضاء المفتوح أما شدس الغاشي أصحاب ثدر في سعيد الجامع الغاشي نخدم أون بلانير نروح للسطاد لا إلى ذي الجامع فصليت الجمعة ذي الجامع فصليت الجامعة أنت تبغي الجامعة زرت طهور وما عجبني ميدون ولكن تصرف الجمعة الفرض لا سوى ذي الجامع أن تقام في مسجد جامع ولكن في كوات تقول أنت درت هنا والمسجد قاص الجامع خذ من ذي كارتي ذي كارتي ذي الحومات خذ من لي سال دو بريير مصليات الله رو قذني لا يجوز الظن في صلاة الجمعة أظن صلاة الجماعة نعم ولكن بديو وقت الجمعة أذجنك لصال الإنسانك في المصليات أدروح نأكد ملان المسجد الجامع هكذا يسمى المسجد الجامع
خطر يجمع المسلمين هذا النجمع عندي سيد سلمان لكي لا تتفرق كلمتهم إلى آخر آخر إزمار توري وندي سيدي ديني ولكن توالي يثن تدرس سنة الجوامع نعم إلا الرخصة إذا ضاق المسجد برواده ما إلى الجامع يتشور كومبلي أرنان الجامع عند النظام لهذا الغرض لا حرج أنجم بعد ما يلوني سنة سكسيين هذا نفكر التفاصيل ديال الأمور ولكن سمحتي إما الجامع يتشور ليكستونسيون تجوز ما رازل لك ذي برا يقولك في أماكن نو في فضاء متصل بالمسجد ثورة الجامعة كي مثلا يتشور أدفرش الخوا ذي برا أدفرش ديال الصديهين يا اخي لا استطيع ذي الصديق معليش يجوز في الطرقات كفردان يجوز بل حتى في البيوت المتصله اتصلي الساعه 5 تلاقي جار المسجد ادي زالك صاله دي زالك صاله وينس ولكن ما زرا الجامع يتشورا مفهوم ما شايفه من بلي زالك صاله هذا كولوار البالكون لا خط يتشور الجامع من بعد ظل لذلك تولد في الحرمين الشريفين خاصة في الحرم المكي يأكل زوتين يأكل دي قرفان ظل غاشي السنة بولا لي فنيان متفارك سين متفارك متريس كاري كين يطجني يكون دعواني دقيقة لكن ما يتشور الجامع لا حرج باش يصلي في الخامن المتصل في الدكاكين يتحونها إلى آخره المفهوم طيب سيدي الشرط ويس أربعة نتوثن الشرط لنا الشرط ويس أربعة حضور عدد معين من المصلين الرجال أشحال قلق قد حضران باش يدخل صلاة الجمعة سؤال لكم يا السادة المالكية نعم 12 الشيخ نعم بلا الشيخ بلا الشيخ سلام الجواب فصلت الجمعة الشرط ينس شرط ويس أربعة إلى قادرين تزينا تزينا كرقازا 12 رجال بلوس نيمورو 13 الشيخ الجامع كنت ضحكوا في النكتة يبوس يشد ورلا يبقى ضحك عمتي يبوس يبوس يبون بمغار قوس الجمعة الناس ريحت ساعات زال غورنا وكذا أتفطر وتزال إن أكثر كذا نيمورو 11 هذا نيمورو 12 إن تيد سبونتاني كاكي أم كشي نيمورو 12 إن أكثر درتنا غير 12 إثنا نخدم أن كونترا ولاش لابسونس وين يغافنا ديال ورون بلاصون ولا عرفش الفوتبول نورمال يعجبني مدينة كذا نيمورو 12 صافي ديرو فطرة ونزل غربل نروح نزل غير درتيهم فهاد غاغاض اتفضل تزاريت الجمعة واحد الصح غير كيف تسردوت ماشي الضيوة تسردوت صافي هاد البروشير من عسى قال جدي تسردوت غير كيف تسردوت يا روح ثم ستلقي الساعة المينيمو 25 سنة تقريبا ماشي بوسع قالوا راه سيدي ما شاء الله نيمورو 12 يشفى نيمورو يس ما شاء الله ثقة في كيس عند سكوية مغار مزيك صح مصدرها الفقه المالكي ذي المذهب المالكي إلى 12 أرنو يسيون ذي الإمام ويس 13 ولكن المذاهب النظام ولدي جاوب السادة الشافعية نعم كارات السادة الشافعية المذهب الشافعي كارات شفامس إسكو الرأي وايض تفضل الحنفية مثلا الحنابلة ثلاثة سادة الفقهاء قلت شو ذلك بارك الله فيك ما شاء الله أعطيكم الصح جواب صحيح أو لقد قلت كاش مسابقة سيوة طفين بعد دينا لا يثيروا قلت لك قارس مطاس كان كيها باطل تسيوا لك اللي كاد وتسيوا لك اللي ميدان كي ذاكي والو أولا خذ كاش حاجة إذا قام مشاور في الناس سي أحمد كاش نهار ديروا كاش حاجة بس يديروا بابا الشرط ويس خمسة وجود إمام يأم الناس إلى قدر الإمام إمام لا 12 ولاش الإمام
وليش الإمام وليش ويكسنا لي خم الإمامة تسقط عنهم الصلاة ماشي من نطراش إلى قال سعون إلى قال سعون وين يسن ديسنا يصلي يسن نغا سعون الإمام صافي وجود إمام يؤم الناس وبشرط أن يكون الإمام أيضا مقيم لا يكون مسافرا ماشي دي عديو الإمام ذا مسافر أسيني تفكي ضرب يروح ضغى صلي بنا ألا لازم هو يكون مقيم هذا الإمام ولكن الاكسبسيون خدم نتي الخليفه خليفه هذا قد فوق عظمه الخليفه او نائبها وحتى ولو كان في حاله سفر يجوز ان يؤم الناس لانه صاحب الولايه العامه صاحب الولايه العامه